والسلام لأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتسمى سورة نوح سورة إنا أرسلنا نوحا، وتسمى أيضا سورة إنا أرسلنا. وهذه السورة سورة مكية، وهذه السورة من أولها إلى آخرها تحكي لنا ما قاله نوح عليه السلام لقومه حينما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتحكي لنا تضرعه إلى ربي عز وجل وما سلكه مع قومه في دعوته لهم إلى الحق، وطرق هذه الدعوة التي ينبغي أن يتعلم منها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. طرق الدعوة، يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه فن، وهي أشرف الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني أحسن حاجة الإنسان يعملها أن يدعو إلى الله عز وجل. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من أفضل أموال العرب في هذا الوقت اللي هي الإبل الحمراء. ولا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني لها فضل وشرف عظيم، فهي مهمة الأنبياء، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. ولا شك أن الأنبياء والمرسلين اصطفاهم الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالوظيفة التي أناطها الله عز وجل بالأنبياء لا شك أنها هي أشرف الوظائف. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة أيضا أتباع الأنبياء، لا سيما أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي بها ميز الله عز وجل هذه الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيه؟ وتؤمنون بالله. أيضا هذا من ذكر الخاص قبل العام، هو من جملة الإيمان بالله عز وجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا بضوابطه الشرعية، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا له فقه وله ضوابط وله علم. فهذا الأمر مما تميزت به أمة المسلمين، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فشاهد أن الدعوة إلى الله عز وجل لها شرف ومكانة عظيمة، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي لها الفضل ولها الثواب، وتجعل رصيد الإنسان دائما عاليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك الدال على الخير كفاعله. يعني حينما تدل أحدا على الخير، هتؤمر واحد أنه يصلي، فكل ما يصلي هذا في ميزان حسناتك. تدعوه إلى قراءة القرآن وحفظ القرآن، كل آية وكل حرف يقرأه هذا في ميزان حسناتك. لذلك حتى الشيخ محمد يعقوب حفظه الله كان دائما يقول: إيه، لابد أن واحد يعمل حاجة اسمها تأمين على العبادات، زي ما كده بيعملوا تأمين على الحياة وتأمين على السيارات وتأمين على كذا. ففي تأمين على العبادات، لأن أكيد أن عبادة الإنسان بتبقى إيه، أكيد فيها قصور وفيها نقص وفيها يعني ما فيها يستره الله سبحانه وتعالى. فمن التأمين على العبادات الاشتغال بالدعوة. أنت بتدعو واحد يبقى كده صلاته في ميزان حسناتك، وعباداته لله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتك، فهذا يعتبر تأمين لعبادات الإنسان. ففي سورة نوح يبين الله سبحانه وتعالى فيها موقف نوح، نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وطبعا ورد في آيات أخرى بيانت أن نوح عليه السلام مكث في قومه، كما في سورة العنكبوت: 1050 عاما. قال لك هذه زمن الدعوة، يعني دعاهم إلى الله تبارك وتعالى كم؟ 950 سنة دعاهم إلى الله عز وجل. ومدة لبث نوح في قومه 1050 سنة، لأن أتت إليه رسالة عنده 50، ثم مكث بعد قومه 50، فألف وخمسين. أما فترة الرسالة وفترة الدعوة كم؟ 950 سنة يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى. فلا شك أنها يعني فترة زمنية طويلة جدا. ونوح عليه السلام هو أول نبي أرسل بعد آدم عليه السلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما زي ما يأتي معنا إن شاء الله، إن استمرت الناس على التوحيد 10 قرون، ثم جاءتهم الشياطين وصنعوا بعض المشاهد وبعض القبور للناس الصالحين، فدب فيهم الشرك، فأرسل الله عز وجل إليهم نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام أيضا من أولي العزم من الرسل. احنا عندنا أولي العزم كم؟
خمسة مين هم؟ تفضل هات من الأول. لا آدم لا، نوح الأول ثم ها صلى الله عليهم أجمعين. يبقى نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من ربه. فأوحى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه أوحى إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وآتيناهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء اسمهم إيه؟ أولو العزم من الرسل، يعني أصحاب الهمم العالية والمواقف العظيمة، كان لهم مواقف عظيمة استحقوا أن يكونوا إيه؟ أولو العزم من الرسل. فكان نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل. وطبعا سورة نوح عليه السلام أو قصة سيدنا نوح عليه السلام وردت في سور متعددة، منها سورة الأعراف ومنها سورة يونس وسورة هود، فيها تفصيلات كثيرة، والشعراء والعنكبوت والمؤمنون، وردت يعني في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم. وأكيد أن نسب نوح عليه السلام ينتهي إلى شيث ابن آدم وأحد أبناء آدم. وقد ذكر نوح عليه السلام في القرآن في 43 موضعا. وجعل الله سبحانه وتعالى بعد طبعا قصة معروفة اللي قصة نوح بالتفصيل، وردت في سورة الهود حينما دعا قومه ورفضوا الدعوة، فأمره الله سبحانه وتعالى بصنع سفينة في الصحراء واستهزأوا به، ثم جاء الطوفان ونجى نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين. قيل إن ما يعني الذين آمنوا مع نوح عليه السلام حوالي يعني حاجة وثمانين يعني رجل وامرأة. بعد كم سنة؟ 950 سنة يؤمن به، يعني وما ولذلك ربنا عليه وما آمن به إلا قليل، يعني قليل الذين آمنوا بنوح عليه السلام. المهم أن نوح عليه السلام بعد نجاته من الطوفان جعل الله تبارك وتعالى الذرية التي تعيش بعد ذلك من ذريته، يعني الناس الذي يعيش بعد ذلك من ذريته. وذلك في سورة الصفات قال إيه؟ وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني ذرية سيدنا نوح هم الباقين. فقيل إن نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية. الأب الأول طبعا مين؟ آدم عليه السلام. الأب الثاني هو نوح، لأن كانت بعد نوح كل اللي جاء بعد كده، يعني كل الذين نجوا مع نوح في السفينة ماتوا وانقطعت ذريتهم، ولم تبقى إلا ذرية نوح عليه السلام. طيب، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قد تقدم. طبعا الشيخ الأشقر ده اسمه التفسير، يعني هو طبعا يعني فسر القرآن كاملا وكان مختصر كما ذكرنا. فيقول قد تقدم أن نوحا قد تقدم أن نوحا عليه السلام هو أول رسول أرسله الله، وتقدم مدة لبثه في قومه اللي احنا قلنا كم سنة؟ 950، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، اللي في سورة العنكبوت. في سورة العنكبوت: أن أنذر قومك، إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، يعني فقلنا له أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. عذاب أليم أي شديد الإيلام، وهو عذاب النار أو هو ما نزل بهم من الطوفان. يبقى كلمة عذاب أليم إما أن تكون عذاب أليم يعني في الدنيا اللي هو الطوفان وغرقهم، وإما أن يكون المقصود به العذاب الأليم في الآخرة، وإما أن يقصد الاثنين. والآية تشمل الاثنين، سواء كان عذبوا في الدنيا بسبب مخالفتهم وتكذيبهم لنوح، وسوف يعذبون أيضا مرة ثانية في الآخرة، وهو العذاب الشديد الأليم والعياذ بالله. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. فافتتح هنا الكلام بالنداء، وهذا النداء يفيد أنه بيلفت أنظاره، يلفت أنظار، يعني يا فلان، هذا النداء للفت النظر، وكأنه يعني حريص عليهم، نوح عليه السلام حريص على هدايتهم. يا قوم إني لكم نذير مبين، ويريد لهم الاستجابة، فإن النداء من شأنه التنبيه للمناد. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. ونحن قلنا قبل ذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إيه؟ أنه نذير، لأنهم كانوا يعني طبعا هنا لم تذكر البشارة، مع أن كل الرسل إيه؟
مبشرين ومنذرين. لكن ناسب هنا ذكر النذير لأنه أرسل إلى قوم مشركين، فلابد من إنذارهم هذا الإنذار لما يؤمنوا فيبشرهم بالجنة والثواب بعد ذلك. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا أمر الوحي الذي أنزل على نوح بأن يأمر قومه بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وهذه وظيفة كل الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء كانوا يأمرون قومهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وكما ورد في سورة الشعراء ذكر كثير من الأنبياء، كل نبي يقول إيه؟ اعبدوا الله اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لكي يرشدوا الناس إلى عبادته. كان الرسل يبعثون إلى أقوامهم، كان هناك أنواع من الفساد الكثير، فساد اقتصادي وفساد اجتماعي وفساد ثقافي وفساد في المعاملات وأنواع كثيرة من الفساد، فكان النبي يأمر قومه أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. والعبادة هي التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، وهي التي من أجلها خلق الخلق، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه أشرف وظيفة للإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله واتقوه. والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وإحنا كنا قلنا قبل كده مرة من أفضل التعريفات التي عرفت بها التقوى تعريف طلق بن حبيب حينما قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، قيل وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. ولا شك أن طاعة الرسل طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الرسول هو ما هو إلا يعني ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كل رسول يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، فطاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول الشيخ الأشقر يغفر لكم من ذنوبكم أي بعض ذنوبكم، فكلمة هنا من على قول بعض المفسرين للتبعيض، وقيل أنها يغفر لكم من ذنوبكم، قيل أنها زائدة، ولكن الصحيح أنها يعني لتبعيض هنا كما قال الشيخ الأشقر بعض ذنوبكم، وهو ما سلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته. ولذلك يعني سبحان الله لو تدبرنا آيات القرآن هنلاقي أن كل آيات اللي فيها كلمة مغفرة الذنوب لهذه الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلاقي فيها كلها كلمة إيه؟ يغفر لكم ذنوبكم. أما في الأمم السابقة يغفر لكم من ذنوبكم. في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تجاهدون بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. فكل الآيات التي وردت في هذه الأمة المباركة فيها كلمة يغفر لكم إيه؟ كل ذنوب. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى الذي قدره الله لكم، والمراد يطيل أجل أمتكم واستعمارها في الأرض ما دامت مقيمة على الطاعة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، يعني ما قدره لكم إذا جاء وأنتم باقون على الكفر لا يؤخر بل يقع لا محالة، فبادروا إلى الإيمان والطاعة لو كنتم تعلمون، يعني لعلمتم أن أجل الله عز وجل لا إذا جاء لا يؤخر. فهنا كلمة ويؤخركم إلى أجل مسمى، بعض الناس أشكل عليهم هذه الكلمة، يعني كيف الإنسان له عمر وله عمر محدد؟ فهناك فرق بين الأجل والعمر. الأجل قد يؤخره الله سبحانه وتعالى، أما عمر الإنسان فهو محدد. وهذا الذي يذكر الله تبارك وتعالى في علمه الباطن سبحانه وتعالى من تأخير أجل الإنسان إذا فعل طاعة الله سبحانه وتعالى. زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في أثره
وينسأ له في عمره فليصل رحمه. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني في عمره فليصل رحمه، يعني يؤخر له في عمره. طب أنا عمري معروف كيف يؤخر؟ فقيل بعض العلماء قالوا أنه يؤخر له في عمره، هذا في علم الله عز وجل، إن فعل صلة الرحم. يعني هو عمل صلة الرحم سوف يؤخر الله عز وجل عمره، ولو لم يصل الرحم سوف يكون عمره في الوقت الفلاني. وبعض أهل العلم قالوا أن المقصود بذلك هو البركة، البركة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في عمر الإنسان إذا أطاع الله عز وجل. يبقى ينسأ له في أثره يعني يبارك له في إيه؟ في عمره، فيفعل في عمره ما لا يستطيع أن يفعله من كان في مثل هذا العمر. يعني واحد عاش مثلا 50 سنة وواحد تاني برضو عاش 50 سنة، واحد منهم ألف مؤلفات ونشر العلم ودعا إلى الله سبحانه وتعالى واهتدى على يديه أناس كثيرون، فلا شك أن عمره إيه؟ في بركة. واحد تاني زي ما عاش زي ما مات ولم يفعل شيئا، فهذا لم يستفد. فالمقصود من تأخير العمر هنا مقصود إيه؟ مقصود يعني البركة، إما أن يكون مقصود بركة أو إما أن يؤخر الله تبارك وتعالى في علمه بذلك الرجل. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم قال الله تبارك وتعالى واصفا الطرق التي استخدمها نوح عليه السلام في دعوة قومه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يعني لم يقصر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، دعاهم في الليل وفي النهار. وإن إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، لم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني عما دعوتهم إليه وبعدا عنه. يعني كلما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه القلوب الجاحدة الجامدة والعياذ بالله، هو نبي الله عليه السلام ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويدعوهم لما فيه نجاتهم، ولكنهم يفرون ويهربون منه. وإني فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي كلما دعوتهم إلى سبب المغفرة وهو الإيمان بك والطاعة لك، جعلوا أصابعهم في آذانهم. يعني هو نوح عليه السلام يدعوهم لماذا؟ لكي يغفر الله عز وجل له. وهكذا الرسل تدعو قومها لكي تخرجهم من الظلمات إلى النور، لكي تبعدهم عن النار وتدخلهم الجنة، ولكي يعني ليس هناك أي مصلحة ولا. ولذلك ورد في كثير من أقوال الرسل قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا، والرسول عايز فلوس ولا عايز أموال ولا كده. وهكذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو يدعو الناس لماذا؟ لأنه يريد لهم الصلاح ويريد لهم الفلاح ويريد لهم النجاة ويريد لهم الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا هو هدف الدعوة، ليس هدف دعوة إقامة الحجة فقط، ولكن الهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وإني دعوتهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، ماذا كان موقف قوم نوح؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي لئلا يسمعوا صوتي، واستغشوا ثيابهم يعني غطوا بها وجوههم لئلا يروني ولئلا يسمعوا كلامي، وأصروا يعني استمروا على الكفر واستكبروا عن قول الحق، واستكبروا استكبارا يعني استكبارا شديدا. تخيل يعني شوف كيف قابلوا دعوة الرسول، وشلنا شوف كلمة جعلوا أصابعهم في آذانهم، هذا يسمى يعني مجاز مرسل، إنه هم جعلوا طبعا أي مش كل الأصابع، هم الأطراف الأصابع اللي هي الأنامل ووضعوها على طرف الأذن هكذا حتى لا يسمعوا، ولكن قول الله سبحانه وتعالى جعلوا أصابعهم، هذا كناية عن أنهم شدة نفورهم وبعدهم، شدة نفورهم وبعدهم عن دعوة نوح عليه السلام، كأنهم جعلوا كل الأصابع فين؟ في أذانهم حتى لا يسمعوا شيئا. وبعد ذلك جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني حتى لا يروا نوح، غطوا كمان إيه؟ وجوههم. وبعد ذلك وأصروا على هذا واستكبروا استكبار. ولا شك أن الكبر والبعد عن قول الحق هذا يعني شيء ممقوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفسر الرسول عليه الصلاة والسلام الكبر في آخر الحديث قال الكبر إيه؟ بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية وغمص الناس. بطر الحق يعني رد الحق، إن الواحد إيه؟ يرد يستكبر عن الحق، فكأنهم ردوا هذا الحق فكان هذا كبرا منهم، وأصروا واستكبروا استكبارا.
ثم إني دعوتهم جهارا. ده أسلوب تاني من أساليب الإيه؟ يبين نوح عليه السلام تنوع أساليب الدعوة. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. دعوتهم جهارا يعني مظهرا لهم الدعوة مجاهرا لهم بها على الملأ، ينشر ويقول يا ناس إني رسول الله اعبدوا الله، يدعوهم أمام الناس وعلى الملأ. ثم إني، طب ما فعلش دعوة جهار، يعمل إيه؟ ثم إني أعلنت لهم، أعلن لهم تأكيد للدعوة الجهرية، وأسررت لهم إسرار. ممكن واحد كده لما تيجي تدعوه على الملأ كأنه يستحي ولا يقبل، لكن تدعوه بينك وبينه فيكون هذا يعني سببا لاستجابته. ففعل نوح كل ذلك، وأسررت لهم يعني الدعوة إصرارا كثيرا، يدعو الرجل بعد الرجل، يكلمه سرا فيما بينه وبينه، دعاهم على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة. وقيل معنى أسررت لهم يعني أتيتهم في منازلهم فدعوتهم فيها، يعني في غير إيه، لا يكون أمام الناس يعني. فكل هذه اسمها إيه؟ أساليب في الدعوة. وكل هذه ينبغي أن نستخدمها الدعوة. ممكن الدعوة الليل الجهرية، ملاقي مثلا ناس على منكر وقد تؤثر فيهم الدعوة، الله أكلمهم يقولنا هذا الكلام خطأ لا يجوز، وممكن لو كلمتهم ممكن يزدادوا نفورا، فنؤجل الكلام وشوف اللي هو ممكن يستجيب منهم، وأخذه يعني على جنب كده وأكلمه، ولعل ربنا سبحانه وتعالى أن يهديه، وأطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية له. فالمهم تنوع إيه؟ أساليب الدعوة. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جهارا، ثم دعا بعض الصحابة إصرارا كان في البداية. ومرت الدعوة بعدة مراحل، كان مرحلة الدعوة اللي هي السرية، مرحلة في مكة 3 سنوات، ثم بعد ذلك الدعوة الجهرية، ثم بعد ذلك الهجرة. فمرت الدعوة أيضا بمراحل كثيرة. وأسرت لهم إصرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هكذا يدعوهم نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم، يأمرهم بالإيه؟ بالاستغفار، وأن يتوبوا من الشرك وأن يتوبوا من المعاصي. فقلت استغفروا ربكم إنه، يعني الله سبحانه وتعالى كان غفارا. وغفار هذه صيغة مبالغة، وغفار يعني إيه؟ يعني كثير المغفرة سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل كما جاء في سورة طه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني ربنا سبحانه وتعالى كثير المغفرة، ولكن للذي يطلب ذلك يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وآمن يؤمن بالله عز وجل، وعمل صالحا أتبع ذلك بالأعمال الصالحة من الفرائض والنوافل، وعمل صالحا إنه لغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني استمر واستقام على ذلك. فربنا سبحانه وتعالى غفار، فما أعظمه من إله سبحانه وتعالى، كثير المغفرة لعباده، فينبغي أن يقبل عليه ويكثر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. المدرار يعني الكثيرة الدرور، يعني تدر، تعطي الكثير من الماء يعني، وهو التحليب بالمطر. وفي هذه الآية دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع الأرزاق. الإنسان يعني يستغفر الله عز وجل حتى إذا ما أجدب الناس يكثروا من الاستغفار. ومعلوم أن في هناك صلاة تسمى صلاة الإيه؟ صلاة الاستسقاء. الاستسقاء يعني طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من الاستغفار ومن التضرع إلى الله عز وجل حينما تجدب السماء، فتأتي السماء بالسحاب والمطر كما في أكثر يعني من حديث. يرسل السماء عليكم مدرارا ويرسل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. طبعا المقصود هنا بالسماء يرسل السماء عليكم، المقصود بها إيه؟ المطر يعني، مش السماء نفسها هي تتسقط، لا، لكن يقصد أحيانا يطلق لفظ السماء ويراد بها المطر، كما جاء في حديث أبي وقد الليثي حينما قال في صلح الحديبية، قال فأصبحنا على إثر سماء من الليل. على إثر سماء يعني إيه؟ يعني على إثر مطر. والحديث بقى مشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام، قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أول حديث. فالشاهد إن كلمة إيه؟ على إثر السماء، يعني على إثر مطر من الليل.
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني إذا استغفرتم الله عز وجل كمان هياخدوا إيه؟ يمددكم بأموال ويبارك لكم فيها وبنين، يعطيكم بنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا بسبب إيه؟ بسبب الاستغفار. ولذلك يقال إن الحسن البصري رحمه الله جاءه بعض الناس فقال يا إمام يعني أجدبت السماء وقحطت الأرض وليس هناك زرع، فقال له استغفر الله فمشي. واحد تاني قال يا إمام يعني ليس عندي أموال وأنا فقير، فقال استغفر الله ثم انصرف. فجاء رجل آخر قال يعني أنا لا أنجب وأريد يعني الأولاد، فقال استغفر الله. فقال له يا إمام يعني كيف تقول لكل من جاءك استغفر الله؟ فقال ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكل هذه إيه؟ من أسباب الاستغفار. وطبعا يعني الاستغفار كما بيّن هنا نوح عليه السلام مفيد للعبد في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. وكما قال بعض الصحابة إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى الإنسان يعني يستغفر الله، الواحد هو قاعد في الشارع هو يمشي في الشارع وهو جالس في بيته يكثر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يكثر من الاستغفار سوف يجدها في ميزانه وفي صحيفته يوم القيامة. وكما جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك. فالإنسان يعني يكثر من الاستغفار، وكلمة الاستغفار يعني طلب المغفرة، يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقار. فهذه فيها تهديد. يبقى هنا كده نستفيد من هاتين من الآيات السابقة وهذه الآية تنوع الدعوة بين الترغيب والترهيب. يعني الدعوة لابد أن يكون فيها كذلك ترغيب وترهيب، لا تكون ترغيب فقط ولا تكون ترهيب فقط. ترغيب فقط يبقى الناس ممكن إيه يعني تترك العمل كما فعلت المرجئة، تركوا العمل وخلاص إحنا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فمش هنعمل حاجة تاني. وترهيب فقط يقنط الإنسان من رحمة الله عز وجل كما فعلت الخوارج، قالوا خلاص المرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة فيقنط الناس. المسلم بين الترغيب وبين الترهيب، وهكذا يذكر الله تبارك وتعالى يذكر أهل الجنة ثم أهل النار أو العكس، يذكر العذاب ثم المغفرة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سبحانه وتعالى. فهكذا يبين الله سبحانه وتعالى مبدأ، هذا مبدأ عظيم هو مبدأ الترغيب والترهيب. فأتى بالترهيب بعد الترغيب فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تخافون عظمته. خلاص انتوا كده مش نافع معاكم الترغيب، يبقى نسلك مسلك آخر وهو الترهيب. ما لكم لا تخافون عظمة الله سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا. طبعا وقار هنا كما قال الشيخ نوال مسألة التعظيم والإجلال. وقد خلقكم أطوارا يعني أطوار في الخلق، أي نطفة ثم مضغة ثم علقة إلى تمام الخلق كما تقدم بيانه في سورة المؤمنون، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون هو الذي خلقكم ضعف دي في سورة الروم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. فكلمة أطوارا يعني خلقا بعد خلق كما تقدم بيانه في سورة المؤمنون أو المؤمنين. طبعا يصح أن احنا نقول المؤمنون أو المؤمنين، كلمة سورة المؤمنون على سبيل الحكاية، لو قلناها على سبيل الإضافة تبقى سورة المؤمنين لأن إعرابها يكون أي مضاف إليه، لكن هي المؤمنون هكذا في أي تركيب تكون بقى مرفوعة منصوبة مجرورة تبقى إيه المؤمنون، فتكون سورة المؤمنون. ثم تكونون صبيانا بعد ذلك ثم شبابا ثم شيوخا
فكيف تقصرون في توقير من خلقكم على هذه الأطوار البديعة؟ كيف تقصرون؟ يعني كأنه يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى وخلق الله سبحانه وتعالى لهم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم يذكرهم أيضا بعض النعم الأخرى فيقول: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ألم تروا، يعني هذه دعوة إلى التفكر والتدبر، ألم تروا، ويذكرهم بالأمور التي يرونها من حولهم. كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، هذه السماوات سبع كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، سبع سماوات. وورد في بعض الأحاديث أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، فهذا خلق الله سبحانه وتعالى، سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض، طباقا يعني بعضها فوق بعض. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، يعني جعل في السماوات وهو في سماء الدنيا منهن، وجعل القمر فيهن، هي القمر في سماء الدنيا، ولكن هذا على سبيل التغليب، إن هو القمر في سماء الدنيا، ولكن قيل فيهن يعني في كل هذه السماوات. وجعل القمر فيهن نورا أي منورا لوجه الأرض لا حرارة فيه، وجعل الشمس سراجا يعني كالمصباح لأهل الأرض. وقيل إن هذه الآية فيها معجزة، لأنه اكتشف بعد ذلك أن القمر جسم معتم، يعني القمر لا ضوء يخرج منه، وعمل زي الأرض كده جسم معتم كأنه مرآة. طب الضوء اللي احنا بيجي لنا من القمر ده كيف يأتي؟ من الشمس، تنعكس عليه الشمس ثم ينعكس على الأرض، يعني عامل زي المراية كده، المراية انت لو جبتها كده سلطها على الضوء فينعكس الايه؟ الإضاءة. وأما الشمس فهي تشع ضوء وتشع حرارة، ولذلك سماها الله عز وجل سراجا وهاجا، سراج اللي هي المصباح، والوهاج الذي يشع الحرارة. ولم يكن يعني العرب ولم يكن الناس يعرفون ذلك، ولكن يعلمه الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني آدم خلقه الله تبارك وتعالى من أديم الأرض، لأن آدم خلق من إيه؟ خلق من تراب، من تراب الأرض التي نعيش عليه. ثم جعل بنيه يكبرون بما يتغذون به من أجزاء الأرض بعد تحولهم إلى نبات أو حيوان. فكلمة أنبتكم كما قال الشيخ الأشقر هنا معناها يعني أنشأكم أوجدكم. فاستعير مسألة الإنبات بمشابهة بالإيه؟ بالنبات، كما أن النبات الذي يخرج في الأرض والزرع نراه بأعيننا، فكذلك آدم عليه السلام حينما أخذ ترابا من تراب الأرض ثم صار إنسان وهو آدم عليه السلام، فشبه نبات الإنسان بالنبات الذي نراه على الأرض. والمراد أنبتكم يعني الأصل وهو آدم عليه السلام، فأنتم فروع منه، ونبات مصدر لأنبت، فهو مفعول مطلق لكلمة إيه؟ أنبتكم من الأرض نباتا، جاء به للتوكيد. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم يعيدكم يعني الأرض، تموتون فتتحلل أجزاؤكم حتى تعودوا ترابا وتندمجوا في الأرض. حينما يدفن الإنسان في الأرض فكأنه عاد إيه؟ إليها مرة ثانية. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يخرجكم إخراجا يعني يخرجكم منها بالبعث يوم القيامة، أي إخراجا دفعة واحدة لا إنباتا بتدريج كالمرة الأولى. المرة الأولى كان إيه؟ نبات، زي النبات كده يخرج ثم يكبر ثم يترعرع، فكذلك الإنسان يصير طفلا ثم صبيا ثم شابا هكذا. أما في يوم القيامة وإحنا ذكرنا قبل كده مسألة النفختين، نفخة الصعق ثم نفخة البعث، حينما ينفخ إسرافيل في البعث فيخرج الناس جميعا، يخرجون من الأجداث سراعا، كما مرت علينا في سورة إلى كأنهم إلى نصب يوفضون، هتيجي معنا في سورة المعارج، فيخرجون الناس من القبور هكذا، يعني كما ماتوا على هذا الأمر فيخرجون يعني إخراجا كما قال الله سبحانه وتعالى. ويخرجكم إخراج يعني هو الذي أنبتكم من الأرض ثم أعادكم فيها بالدفن، ثم يخرجكم يعني يبعثكم منها
مرة ثانية. كل هذا تذكير للناس بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الخالق العظيم الذي خلق السماوات والأرض والقمر والشمس وخلقكم أنتم ويميتكم ثم يحييكم، فكان هذا يجب إيه؟ يجب أن تعبدوه ولا تشركوا به شيء. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، والله جعل لكم الأرض بساطا يعني مبسوطة، الأرض مبسوطة حينما ينظر إليها الإنسان فيجد كأنها إيه؟ كالبساط، يعني زي السجادة كده كالبساط. وبعض العلماء قالوا أن هذا لا ينافي كروية الأرض، فإن الكرة إذا وقفت في أي موضع ونظرت لو كبرت هذه الكرة تجد أن الموضع إيه؟ مبسوطا كأنه ممتد، فهذا معنى كلمة بساطا يعني ممتدة، ينظر إليها الإنسان فيجدها ممتدة كأنه إيه؟ لا يعرف نهايتها، ليس لها نهاية فيسقط من عليها، هذا لا يحدث. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، سبل الفجاج يعني الطرق الواسعة، والفج هو المسلك بين الجبلين، يعني تتخذون طرق سواء كان على الأرجل أو بالدواب أو بالسيارات أو بغيرها لتسلكوا منها سبلا فجاجا. طيب بعد تذكير نوح عليه السلام لقومه بهذه النعم وتذكيرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى ماذا فعلوا؟ كما ذكرنا وما آمن معه إلا قليل. فبعد ذلك قال نوح عليه السلام يعني معتذرا إلى الله سبحانه وتعالى وواصفا حاله، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده، يعني عصوا أمره وخالفوا منهج الله سبحانه وتعالى، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني اتبع الأصاغر رؤساءهم وأهل الثروة منهم الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالا في الدنيا وعقوبة في الآخرة، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا عظيما، وهو تحريشهم سفلتهم على قتل نوح. هذا المكر العظيم أرادوا أن يقتلوا، هكذا الكفار حينما ييأسوا ويفقدون الحجة يريدون قتل الأنبياء، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتل نوح، وأحيانا قتلوا بعض الأنبياء كما فعلوا بزكريا عليه السلام وكما فعلوا بيحيى عليه السلام وغيره من الأنبياء، فمكروا مكرا كبارا وأرادوا قتل نوح عليه السلام واستهزأوا به وفعلوا ما قصه الله تبارك وتعالى في أكثر من آية أو في أكثر من سورة، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا أي قال الرؤساء للأتباع يغرونهم بمعصية نوح، لا تذرن آلهتكم يعني لا تتركوا آلهتكم عبادة آلهتكم وهي الأصنام والصور التي كانت لهم ثم عبادتها العرب من بعدهم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يعني لا تتركوا عبادة هذه الأصنام، وهذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذه أسماء قوم صالحين اللي هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، خمسة بين آدم ونوح، فجعلوا لهم صورا في المعابد، ثم نشأ قوم من بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوهم، فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت، ثم وصلت هذه الأوثان إلى الجزيرة العربية فعبدتها بعض القبائل. فكانت هذه أسماء ود ويغوث ويعوق ونصر، هذه كانت أسماء إيه؟ أسماء أصنام لهم، ولكنها كانت أسماء أناس صالحين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالعرب أخذت هذه الأصنام وعبدتها من دون الله، صنعوا أصنام. طبعا في البداية قالوا إيه؟ الشيطان له خطوات، الشيطان لا يأتي إلى الإنسان هكذا ويقول له أشرك بالله عز وجل أو يقول له افعل الفحش، لا، هذه خطوات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن خطوات الشيطان في هذا الشرك العظيم أنه قال لهم هؤلاء ناس صالحين، ده ناس ذو البركة وناس صالحين وناس يعني أفاضل، فاصنعوا لهم إيه؟ أصنام أو اصنعوا لهم قبور. فلما مات هؤلاء القوم الذين صنعوا هذه الأشياء ونسي العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عبدوهم من دون الله عز وجل. فلذلك بعض الناس يقول لك الأصنام دلوقتي ده ديت كانت إيه؟
ده الكلام ده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عشان كان فيه شرك وكان فيه كفر وكده، لكن دلوقتي خلاص يعني الناس اصبحوا مؤمنين. لا، هذه خطوات، هذه خطوات، ولا يبعد ان يعبد الناس الاصنام، يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وتعبد القبور. ومع الاسف الشديد طبعا كثير من المسلمين هداهم الله يذهبون الى القبور ويطلبون منهم النجدة ويطلبون منهم اشياء لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى، مدد يا نبي، مدد يا بدوي، مدد يا فلان، وهذه الاشياء لا تطلب الا من الله عز وجل. فعبد بعض الناس من دون الله تبارك وتعالى، يطاف حول قبور بعض الأولياء كما يزعمون، ولو كانوا أولياء حقيقيين لا تنكروا عن هذا الفعل، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وطبعا أنا بنؤكد بس عليكم مسألة، طبعا في فرق بين الكفر والكافر، من يفعل ذلك هذه عبادة لغير الله فهي كفر، أما الذي يفعلها متلبس بها لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. يعني لا، قد يفعل الإنسان فعل الكفر ولكنه لا يوصف هو نفسه بالكفر، كما قال الصحابة في عهد في غزوة حنين، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عايزين شجرة كده نتمسح بها زي ما المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كلمة اجعل لنا إلها يعني إيه؟ يعني كفر بالله عز وجل. لكن هل ثبت أن الرسول كفر الصحابة؟ لم يثبت. هل قال لهم لا انتقوا شهادتين تاني واغتسلوا وعيدوا إسلامكم تاني؟ لا، قالوا كلمة الكفر ولكنهم لم يكفر. فهناك طبعا مسألة التكفير هذه من أخطر الأمور التي لا ينبغي على المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يتصدى له، مش يقعد بقى يكفر في الناس وفلان كافر وفلان فاسق وفلان كذا. لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالحكم على الناس، لكن إن احنا يتعبدنا بالأفعال نفسها، أنت لا تفعل ذلك وتحذر الناس من الشرك وتحذر الناس من الكفر، ولكن لا تشغل نفسك بالحكم على الناس. فالمهم أن هؤلاء كانت أسماء رجال صالحين، فعبدوا من دون الله تبارك وتعالى بعدما أغواهم الشيطان بعد موت الصالحين منهم. لا تذرن آلهتكم، قالوا لا تذرن، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يعني أضل كبراؤهم ورؤساؤهم كثيرا من الناس. وقيل المراد الأصنام، يعني كلمة أضلوا هنا الضمير يعود على مين؟ قيل ان هي تعود على الاصنام، ان هم كانت سبب ضلال قوم نوح، وقيل ان هي الكبراء اللي هم الرؤساء الذين يامرون وكانت لهم الكلمه والغلبه. اضلت كثيرا من الناس ولا تزد الظالمين الا ضلالا، ده قول مين؟ قول نوح عليه السلام. يعني الا خسرانا، وقيل ضلالا في مكرهم، وقيل ضلالا في مكرهم. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا، هذا خبر، مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئتهم أغرقوا يعني من أجلها وبسببها أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا عقب ذلك، وهي نار الآخرة، وقيل عذاب القبر. مما خطيئاتهم أغرقوا يعني بسبب الخطيئة وبسبب الشرك والكفر، ولأنهم لم يستمعوا إلى قول نوح عليه السلام، كان الخبر المشهور اللي هو معروف اللي هو قصة غرق قوم نوح حينما دعا الله تبارك وتعالى عليهم فأغرقوا فأدخلوا نار. فهنا يقول الله تبارك وتعالى خبرا عما حدث لقوم نوح بعد تكذيبهم له وإعراضهم، يقول مما خطيئاتهم أغرقوا يعني بسبب الخطيئة أغرقوا بالطوفان الذي يعني جاء على الأرض كلها ونجى نوح عليه السلام وهو والمؤمنين، والقصة مبسوطة في سورة الهود وغيرها، سورة المؤمنون وغيرها من السور. فأدخلوا نارا يعني عقب ذلك أدخلوا نار، إما أن تكون عن عذاب القبر، وإما المقصود بها أدخلوا نار الآخرة. وهذا لأنه كما قلنا قبل ذلك أن كل آت فهو قريب، فكأن هذا كناية عن أنهم يعني داخلين النار لا محل. مما خطيئاتهم أغرقوا، وهنا كلمة خطيئة، هناك فرق بين الخطيئة والخطأ. الخطيئة هي فعل الذنب بتعمد وهذا يعاقب عليه الإنسان، أما الخطأ فهو فعل الذنب بدون تعمد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي إيه؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ الإنسان يعني يفعل ذنبا بدون أن يتعمد، كوب مثلا فيه خمر واحد شربها وما يعرفش أن فيها خمر أصلا، فهذا خطأ، فهذا لا يعاقب عليه.
لا يعرف حكما معينا وفعل شيئا، لا يعرف حرمة شيء معين وفعله، فهذا خطأ. أما الخطيئة فهو أن يعلم الإنسان حرمة هذا الشيء ويفعله، يتعمد ذلك، فهذا يسمى إيه؟ خطيئة. فالخطيئة يعاقب عليه الإنسان، أما الخطأ فلا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يعني حينما أيس نوح عليه السلام من إيمانهم دعا عليهم بعد أن أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فأجاب الله دعوته وأغرقهم والديار، يعني من يسكن الديار. فهنا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. لماذا دعا عليهم نوح عليه السلام؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلمه أنه إيه؟ خلاص ليس هناك فائدة من دعوتهم. وأوحي إلى نوح كما في سورة هود أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص يبقى كده الدعوة لن تفلح فيهم وليس منها فائدة. فدعا عليهم نوح عليه السلام وقال نوح الرب لا تذر، يعني لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا. كما قال الشيخ هنا ديارا يعني من يسكن الديار، اللي بيسكن الديار الدار يعني البيت يسمى إيه؟ الذي يسكنه هو الإنسان، هذا ديار. وقيل أيضا أن كلمة ديارا بمعنى الذي يدور، الإنسان الذي يدور في الأرض ويتحرك ويذهب يمنة ويسرا ويسرة، فهذا أيضا يسمى ديارا لأنه يدور في الأرض. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم يعني إن تتركهم يضلوا عبادك عن طريق الحق ولا يلدوا إلا فاجرا، أي فاجرا بترك طاعتك، كفارا لنعمتك أي كثير الكفران، صيغة مبالغة. طيب بعض الناس يقول طب كيف علم نوح أنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا؟ فقيل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه ذلك. وقيل أيضا في بعض الأثار أن كان هؤلاء المشركون كان يوصي بعضهم بعضا بالكفر، يوصي أولادهم، فكان المشرك يقول لولده إياك أن تؤمن بنوح ويوصيهم ويؤكد عليهم. فطبعا نوح مكث فيهم كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، فعرفهم وخبرهم وعلم طرقهم، فقال يعني كأن بسبب وصياتهم بعضهم لبعض وسبب وصياتهم لأولادهم، فالذي ينشأ بعد ذلك ينشأ على الكفر والعياذ بالله. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الآية وهي دعاء نوح عليه السلام، فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فهنا استغفر نوح عليه السلام لنفسه ولوالديه ولمن دخل بيته من المؤمنين ولوالديه، قال بعض المفسرين، وهذا يفهم منه أنهما كان مؤمنين، لأنه لا يتصور أن يدعو نوح بهذا الدعاء إلا أن يكون مؤمنين، لأن الأنبياء نهوا عن الاستغفار للمشركين، ما كان للنبي في سورة التوبة ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فلا يجوز الاستغفار للمشركين. حتى في سورة الممتحنة لقد كان قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه، في الآخر قال إيه؟ إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني كانت لكم أسوة فيهم وفي طريقتهم إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني ليس لك أسوة في هذه الكلمة، وإبراهيم قالها فسرها الله عز وجل في سورة التوبة أنه ما قالها إلا بعد أن وعده أبوه بأنه سوف يؤمن، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فيقال أن هذا دليل على أن أبوي نوح عليه السلام كان مؤمنا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا نبي الله نوح عليه السلام يعني دعا لإيه؟ لكل المؤمنين والمؤمنات. فنوح عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لنا، فنسأل الله عز وجل أن نكون من ضمن من دعا لهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام أيضا في آية أخرى، فدعا لهم بالمغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني أن من دعا بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات أخذ بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، كل مؤمن حسنة ومؤمنة حسنة. فالواحد دائما يدعو إيه؟ اللهم اغفر للمؤمنين
وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين. قال رب، قال نوح في آخر الآية: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني لا تزدهم إلا هلاكا وخسرانا ودمارا. شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. طبعا هناك مسألة، مسألة الدعاء على الظالمين، فهل يدعى على الظالمين؟ الصحيح أنه يدعى على الظالمين طالما أنهم ظلموا وتكرر منهم هذا الظلم فيدعى عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الرعل وذكوان وعصية حينما قتلوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك برعل وعليك بذكوان وعليك بعصية، وضع على ودعا على بعض صناديد الكفر، دعا عليهم. فيجوز الدعاء على الظالمين، وإن كنا نحب أن يهتدوا، يعني نحب من كل الناس، نحب لكل الناس الهداية والتوفيق والقرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا طغى العباد وظلموا وتمادوا في الظلم فإنه لا بأس أن يدعى عليه.